أنا طالبة في أدرس بعيدا عن أهلي وأسكن في قسم داخلي، وهذا المكان الذي أدرس فيه يبعد عن أهلي بحوالي 150 كيلومتر، وآتي إليهم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، فصلاتي هل تكون قصرا أم تكون تامة في اليومين اللذين أقيمهما عند أهلي وفي الخمسة الأيام التي أقيمها في القسم الداخلي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما في أيام إقامتك في القسم الداخلي 5 أيام واليومين عند أهلك، فإنه يلزمك إتمام الصلاة. وأما في الطريق بينهما، إذا كنت في الطريق بين بلد الدراسة وبلد أهلك ووطنك، فما دمت في الطريق سائرة فإنه يجوز لك قصر الرباعية، ويجوز لك الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا. فالترخص بالجمع وبالقصر إنما يكون في الطريق. أما في الإقامة في بلد الدراسة 5 أيام وإقامتك عند والديك وفي وطنك، فيلزمك الإتمام. نعم.